بلش الموسم، موسم الحرائق. كل سنة منوصل لهالموسم بدون أي جهوزية أو استعداد بفترة بين حزيران وتشرين الثاني، وهيدا مش جديد علينا. من مسلسل حرائق 2007 لل2010 لل2019 و2020 بعدنا عم نشهد ذات السيناريو. الحرائق كارثة طبيعية بتصير بكل بلاد العالم، بعضها مفتعل وبعضها بسبب حالات الطقس والتغيرات المناخية. بس بلبنان 99% من الحرائق سببها مفتعل، نتيجة الأنشطة البشرية، غياب الوعي والإهمال. منبلش من يلي بيرمي سيجارة صغيرة شاعلة على الأرض، أو بيترك نار التخييم والعى وراه، ليلي بيفتعل الحريق تيولع زبالة أو تينظف الأرض من الحشايش، أو تيزيد المساحات المستثمرة للزراعة، الرعي والسكن، لنوصل ليلي بيحرق المخلفات الزراعية يلي بتشكل واحد من أخطر الأسباب بلبنان بسبب تداخل الأراضي الزراعية مع الأحراش. مساحة الأراضي اللي خسرناها بآخر 15 سنة هي 360 مليون متر مربع، رقم كتير كبير لبلد هالقد صغير. هالأراضي تشمل غابات كثيفة كان ممكن نحميها من خلال تشحيلها أو نعمل فيها فواصل للنار بهدف حصر الحريق ومنع تمدده. تشمل أراضي بور كان فينا نحميها من خلال تنظيم الرعي فيها لتخفيف الحشائش سريعة الاشتعال. وبتشمل أراضي وعرة كان فينا نجهزها لتسهيل وصول فرق الإطفاء له. مش بس هيك، تشمل غابات أرز، شوح والزاب، ثروة صارت مهددة أكتر بسبب طول فترة الجفاف. إذا خسرناها منكون خسرناها للأبد. هيدي الخسائر بتكلفنا كل سنة 125 مليون دولار. فاتورة فينا نستبدلها بإدارة الغابات المسؤولة، الإنذار المبكر عبر مواقع إلكترونية لتوقع خطر الحرائق، تجهيز المسبق للمعدات والمركبات اللازمة لإخماد الحرائق، بناء خزانات المي بمواقع قريبة من الأحراش، والوعي الكافي بسلوكنا المجتمعي والبيئة. فريد ربكار جهز آلي للتدخل السريع بحرائق الغابات وصار جاهز للاستجابة. الاستجابة السريعة خلتنا نسيطر على الحريق بوقت سريع. 80% من غاباتنا اليوم مهددة بالاحتراق بشكل كتير كبير، وحمايتها واجب علينا. كل واحد فينا مسؤول، مش بس بالاستجابة وقت الحريق، بل بنشر الوعي لتفاديه.